انت المفروض تقوم بالدور ده. وانا اعتقد ان الدكتور ضياء رشوان في خلال الشهر الاخير اللي احنا موجودين فيه او متابعتنا ليه ما تقوم به الهيئه العامه للاستعلامات في الفتره الاخيره بعد تولي الدكتور ضياء رشوان لرئاستها، اعتقد الامر اختلف. احنا النهارده بقى عندنا من الهيئه العامه للاستعلامات تقرير بكل ما يدور في كل انحاء العالم حوالين مصر. اي خطوه او اي كلمه بتمس الدوله المصريه بيكون في رد عليها، والهيئه بتتحرك عليها، وده تحرك محمود يعني، ونتمنى ان يزداد خصوصا في بعض الدول اللي احنا للاسف في الفتره الماضيه الدوله المصريه انهكت تماما، لان هي ما كانش عندها ردود، ما كانش في دور حقيقي للهيئه العامه للاستعلامات، وده كان احد الادوار اللي قامت بيه جماعه الاخوان المسلمين في الفتره السابقه، ان هي جعلت الموجودين الفراغ ده هي بدأت تحرك عناصرها عليه، وبل بالعكس في بعض المكاتب كان في عناصر من جماعه الاخوان المسلمين موجودين فيه بيمثلوا الدولة المصرية، وهم عناصر يدينوا لجماعة الإخوان المسلمين يعني بوضوح شديد يعني. كان في عناصر في بعض الدول أصلا في الأساس هم منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وبيمثلوا الهيئة العامة للاستعلامات. تم تغيير قيادات وعناصر كثيرة جدا في مكاتبنا في الخارج في الهيئة العامة للاستعلامات خلال الشهر الأخير، في تطور، ولكن التطور ده لم يستطيع أن يلاحق الخبر أو الموقف المسبق اللي كان تم اتخاذه من قبل الكونجرس الأمريكي. أتمنى أن إدارة الرئيس ترامب بعد الزيارة النهاردة ولقاء الوفد الأمريكي مع الرئيس السيسي النهاردة أن تدرك خطورة ما أقدمت عليه. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماما أن الدولة المصرية هي حجر الزاوية الحقيقي في هذه المنطقة. هي الدولة التي تستطيع أن تكون سبب رئيسي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل أو للمنطقة العربية بشكل خاص. فعليها أن تدرك أهمية هذه الدولة وأهمية الحفاظ عليها. أنا أعتقد أن المعونة الأمريكية ليها يعني بتعين الدولة المصرية في جزء، ولكن هي ليست كل شيء. طبعاً مصر قادرة على أن هي المعونة الأمريكية احنا مش محتاجينها، بدليل ما احنا بقالنا كنا أكتر زمان أستاذ معان ممكن نقرأ خبر زي ده نتشال ونتهبد. لا احنا بقالنا دلوقتي احنا بقالنا اكتر من 12 سنه بنقوله على فكره عادي يعني. يعني على فكره احنا بقالنا 12 سنه في فتره الرئيس اوباما، لكنه حقنا زي ما قال لنا دكتور طلعت لان هم مستفيدين ايضا طبعا. لكن مش ده اللي هيقطم خالص، بالعكس احنا بقالنا 12 سنه لحد دلوقتي ما بناخدش يعني في تاخر كبير جدا في المعونه الامريكيه للدوله المصريه عما كان 12 سنه، وعادي ما حصلناش مشكله 12 سنه من فتره الرئيس اوباما والاربع سنين اللي قبل الرئيس اوباما، واحنا في اما مماطله او تاخير او عدم أو دفع او قطع، والرئيس السابق الامريكي السابق قطعها حتى في بعض الاتفاقيات المفروض ان هي الاقتصاديه، انه في تعاون اقتصادي بيننا وبين بعض، في بعض الصناعات توقفت بسبب ان هم حاولوا يعني يخنقوا الدوله المصريه ولكن فشلوا. الدولة المصرية أقوى من إن المعونة الأمريكية معلش بتمثل كام من موازنة الدولة المصرية. صحيح. على الإدارة الأمريكية بقى أن تدرك هذا الأمر. إذا كنت كإدارة أمريكية، إذا كانت إدارة الرئيس ترامب تدرك أن الدولة المصرية حليف استراتيجي قوي في هذه المنطقة، تدرك أهميته خصوصا في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مصر هي بوابة أفريقيا الحقيقية. تمام. فعليها أن تراجع هذا القرار بشكل حقيقي وفعال. تمام. اسمحي لي حسيت حضرتك عايز تقول كلمه صغيره. هذا